بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، والحمد لله الذي جعل حمده آخر دعاء لأهل جنته، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه وصفيه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها المباركون، هذه إطلالة جديدة من برنامجكم روح المعاني. وفي هذا البرنامج كنا قد بينا في لقاءات مسبقة أنه يعنى بكثير من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانت بعض حلقاته منفردة في عنوانها، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون العنوان مقتبسا من آية كريمة أو حديث نبوي، وإن كان لابد أن نفيء إلى ما فيهما من خير وأن نستهدي بما فيهما من رشد. وفي اللقاءين الماضيين تحدثنا عن وصايا نبوية ونواهي، وصايا إلهية ونواهي ربانية، تحدثنا عن وصايا نبوية ونواهي إلهية في سورة الإسراء، بدءا من قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم عرجنا عن قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. واليوم نبدأ الحديث من قول الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لما ذكر الله جل وعلا حرمة الدماء في قوله جل ذكره: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، جاء هنا إلى قرين النفس وهو المال، فتكلم عن شيء منه، فقال ربنا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ. والأصل في معنى اليتم انقطاع الشيء عن الشيء الذي يحفظه، كما يقال في الصدف واللآلئ: درة يتيمة، أي انقطعت عما كان يحويها. وفخر اليتامى أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما. قال شوقي رحمه الله: ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. وهذا البيت من قصيدته الشهيرة نهج البردة، ومطلعها: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. عارض بها بردة البصير الشهيرة: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. وشوق رحمه الله شاعر من شعراء العصر الحديث، بويع بإمرة الشعر، أظنه مر معنا شيء من سيرته، لكن الله جل وعلا كتب له قبولا كثيرا في الناس، ولذلك ما زال الناس إلى يومنا يتغنون بشعره ويستجدونه ويرونه كثير التأثير في حياتهم. وله مدايح نبوية فريدة، من أجلها قوله في نبينا صلى الله عليه وسلم: أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد أن لي انتساب، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. نعود إلى ما نحن فيه. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إلا بالتي هي أحسن، أي بما يحفظ لليتيم ماله، بأن يتاجر الإنسان فيه رجاء تثميره وإبقائه وزيادة ربحه، فهذا مما لا حرج فيه. وقد قال الله جل وعلا: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ونهى الله جل وعلا الأغنياء عن الأكل من أموال اليتامى، وأمرهم بالاستعفاف، بل أخبر جل وعلا أن من يأكل مال اليتيم ظلما قد توعده الله بنار جهنم. قال ربنا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا كله من دلائل حفظ الله جل وعلا لليتامى في أموالهم. قال أصدق القائلين: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. واختلف في معنى الأشد هنا، ولكن دل ظاهر القرآن على أن الأشد يعرف بطريقين: طريق أن العقل سوي ناضج، وهذا عبر القرآن عنه بقوله: إن آنستم منهم رشدا، بأن يتصرف ويسلك مسالك العقلاء ويبتعد في ماله وصنيعه
عن مسالك أهل السفة والتبذير. أما الشيء البدني فالله جل وعلا قال بلغوا النكاح، فإذا قدر رأينا فيه قدرة بدنية في اليتيم على النكاح حكمنا بأنه بلغ الأشد جسديا ويبلغ الأشد عقليا، بما يكون من تصرف رشيد يظهر عليه يستأنس به من يراه ويراقبه ويتابعه قبل أن يسلم إليه ماله. قال الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد. والعهد هنا جامع لكل ما بينك وبين الله وما بيننا وبين الناس، وأعظم العهد فيما بيننا وبين الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا. قال ربنا جل ذكره وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذا أعظم العهد الذي أخذه الله جل وعلا على بني آدم، وقد يكون العهد بينك وبين الناس، وذلك في العقود والمعاملات، وهذا جاء الشرع به. وغيره أي غير الوفاء تركه يسمى غدر، وقد حذر الشرع من الغدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخن من خانك. والمؤمن يعرف أن الوفاء بالعقد والعهد مسؤول عنه يوم القيامة. قال ربنا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقوله جل ذكره إن العهد كان مسؤولا يحتمل في علم التفسير احتمالين. الاحتمال الأول أن يسأل من نقض العهد لما نقضت عهدك، أن يسأل من نقض العهد لما نقضت عهدك، وهذا ظاهر. والحالة الأخرى أن العهد يسأل صاحبه لما نقضتني، أن العهد يسأل صاحبه يوم القيامة لما نقضتني، فيكون هذا السؤال من باب التكبيت، فيكون هذا السؤال من باب التكبيت نظير أو قريب من قول الله جل وعلا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت والعلم عند الله. قبل أن نتجاوز هذه الآية للآية التي بعدها، فإن الأحرار لا يأتي منهم أبدا لما دل عليه الشرع وتحكمه المروءة من أنهم لا يقبلون أبدا أن ينقضوا عهودهم، بل كان هذا شائعا ذائعا معروفا حتى في الجاهلية. وكلنا يعلم أو كثير منا يعلم أن امرأ القيس لما أخذ يطلب ملك أبيه وضع سلاحا عند السموأل ابن عادية، وبه تضرب العرب المثل في الوفاء. ثم جاء بعض خصوم امرئ القيس على بعض الروايات يطلبون من السموأل أن يسلمهم سلاح امرئ القيس، فأبى، وكان قد تحصن في حصن مشهور يقال له الأبلق، وقيل أن الحصن غير ذلك، المقصود أنه تحصن في حصن مشهور، فوافق أن ابنا للسموأل كان خارج الحصن، فهدده العدو بأن يقتل ابنه أو يسلم السلاح، فأبى وضحى بابنه من أجل أن يفي بالعهد. وهذا دلالة على منزلة الرفيعة، رغم أنه فعله في الجاهلية وهو يهودي، لكن هذه خصال وصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حفظ العهود والمواثيق، بل إنه صلى الله عليه وسلم هاجر وكانت أموال كثير من قريش عنده، ورغم أنهم تآمروا عليه وكادوا به وأخرجوه، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يقرب أموالهم، وإنما عهد إلى الكريم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يحفظ أموالهم ويردها إليهم، ثم يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. وكل هذا مندرج في مسألة أن العهد يسأل الإنسان عنه، وأن حفظه من دلائل كمال المروءات وخصال الأحرار التي كانوا وما زالوا يتفاخرون بها ويتحلون بها ويأنفون أن يتركوها طرفة عين. وهذا من القيم العظيمة التي جاء بها الدين، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بعد أن بين الله جل وعلا هذه المسألة الجليلة في أخلاق الناس، سواء كان ذلك في تعاملهم مع ربهم أو في تعاملهم مع الناس، وقد قال الله جل وعلا في حق بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. واختلف
فيما العهد الذي طالب الله جل وعلا بني إسرائيل به؟ فبعضهم جعله في قضية آيات مخصوصة بهم، وبعضهم جعله في قضية إيمانهم برسولنا صلى الله عليه وسلم إذا بعث. والأظهر عندي والعلم عند الله أن الأمر عام، وأن المقصود إقامة الدين على الوجه الأكمل. أوفي بعهدكم، أي بما وعدتكم به من جزاء على حسن الصنيع وعلى الإسلام وعلى الثواب وعلى قبولكم للدين وتحليكم به. قال ربنا جل وعلا هنا بعد ذلك: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قالوا: أوفوا الكيل إذا كلتم ولا وزنوا بالقسطاس المستقيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. أكثر ما يتباضع به الناس ويبيعونه ويشترونه إنما يعتمد إما على كيل وإما على ميزان. والمؤمن مطالب في كلا الحالتين ألا يبخس الميزان وألا يطفف في الكيل، ألا يبخس الميزان ولا يطفف في الكيل. قال الله جل وعلا عن خطيب الأنبياء شعيب: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وهو كما يقال في المحسوسات مما يكال أو يوزن، يقال في المذروعات ويقال في غير المذروعات في التعامل الناس مع بعضهم البعض. فكلما كان الإنسان متسما بالعدل يرقب الله جل وعلا فيما يقول ويفعل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال الله جل وعلا هنا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. لأن الأجساد إذا كانت تستسقي من مال محرم من تطفيف في كيل أو بخس في ميزان فإنما تنبت على السحت. وقد جاء في الحديث: لحم بني على السحت النار أولى به، لحم بني على السحت النار أولى به. وقد قيل إن أهل المدينة كانوا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأول هجرته إليهم من أشد الناس تطفيفا في الكيل. فأنزل الله جل وعلا قوله على بعض الآية، على بعض أقاويل أهل التفسير: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل للمطففين. أخبر الله جل وعلا بويل، وهو كلمة وعيد وتهديد. والعرب تقول ويل وتقول ويح وتقول ويس، فتقول ويل للخصم، وتقول ويح لمن تريد أن ترحمه، وتقول ويس لمن تريد أن تسخر به. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وأصل قول الله جل وعلا وإذا كالوهم أو وزنوهم، أصلها في الصناعة النحوية وإذا كالوا لهم وإذا وزنوا لهم. وهذا أسلوب تعرفه العرب في كلامها. قال سيبويه في بعض استشهد سيبويه في بعض أحواله في كتابه على هذا المعنى قول القائل: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. والأكمؤ الكمأة المعروفة، ونهيتك عن بنات الأوبر. بنات أوبر نوع من الكمأة رديء جدا. وموضع الشاهد من أصل المعنى ولقد جنيتك، أي جنيت لك. ولقد جنيتك أي ولقد جنيت لك. مثلها هنا إذا كالوهم أي كالوا لهم. فجاء القرآن بما تقتضيه كلمة أو طرائق العرب في كلامها، والعلم عند الله. قال ربنا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك أي إذا كلتم ووزنتم بالقسطاس المستقيم ووفيتم الكيل، ذلك خير وأحسن تأويلا. خير لكم في الدنيا وأحسن تأويلا، أي أحسن تأويلا وعاقبة في الآخرة. لأن الإنسان بهذا الصنيع يبارك له في رزقه، وفي يوم القيامة يوفى أجره، لأنه لم يقع منه ظلم للعباد، لأنه لم يقع منه ظلم للعباد. وقد روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول للموالي، لأنهم كانوا هم القائمين أكثر الحال بالكيل والميزان، يتاجرون لساداتهم: إنكم وليتم منا أمرين كانا سببا في هلاك الناس قبلكم، الكيل والميزان، الكيل والميزان. والنفس إذا تركت فإنها أمارة بالسوء، وإن لم تلجب بلجام التقوى فإن الدرهم والدينار فتنة يجعل الأنفس تجنح إلى معصية الله جل وعلا. ولذلك لا لجام أعظم من لجام التقوى. ورحم الله
من قالت تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يكفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. موضوع الشاهد من أبياتها مخافة ربي، فإن خوف الله جل وعلا إذا ورثه القلب وكانت خشية الله جل وعلا مستقرة في فؤاد المؤمن منعته أن يعصي الله جل وعلا، فلا يكون لبريق الدينار والدرهم أثر في أن يطلب شيئا حراما. وكما قلنا لا يمكن أن يكون هناك لجام أعظم من لجام التقوى. قال الله جل وعلا يحث عباده الصالحين وأولياءه المقربين وعباده المؤمنين ألا يجنحوا إلى معصيته، قال مرغبا ذلك خير وأحسن تأويلا. بعد أن جاء الشرع بقضية التطفيف بقضية النهي عن التطفيف في الكيل والميزان، قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقال قافية البيت أي آخره، فكلمة قفاء بدلت فقيل اختفاء وقيل افتقاء، والمراد من هذا كله أن لا يقول الإنسان الشيء بالظن، وأن يكون كلامه مبني في غالب أحواله، لأن بعض الأمور مستثناة، على ما يغلب على ظنه أنه صواب، وما لم يعلمه لا يلزم أن يتحدث به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، فإذا كان نبي الأمة في مسألة يسيرة كهذه لا يتعلق بها عمل يقول أكان ذو القرنين نبيا أم لا، ويقول لما رأى يقول فأكون أول من يبعث فأرى موسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فيقول عليه الصلاة والسلام لا أدري، ويسأل عن أبغض الأماكن إلى الله فيسأل عليه السلام جبريل ليجيبه. فهذا كله يحث الأمة على أن لا يتطاول الإنسان فيقول على الله جل وعلا بلا علم. وكذلك في الحكم على الناس، أرأيت الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد. فلا يجوز للإنسان أن يرمي الناس بالأقاويل والظنون أو يتكلم فيما لا يعنيه أو يتحدث بما لا يعرف. قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، وقلنا إن قافية البيت لأنها تتبع أوله. قال أبو تمام علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقر، أهز بالشعر قوما من ذوي وسن بالسيف لو ضربوا بالسيف ما شعر. الموضوع الشاهد منه القوافي، وأبو تمام شاعر عاش في العصر العباسي، وقد قال ابن رشيق وغيره عنه وعن المتنبي وعن البحتري هم هبل ولات وهم لات وعزة ومنات الشعر، هم لات وعزة ومنات الشعر. وهذا قول يعني غير محبوب لكن قاله كناقد. الله يقول أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، هو أراد أن يستشهد أن هؤلاء الثلاثة كأصنام الشعراء المتنبي وأبو تمام والبحتري. وأبو تمام اسمه حبيب ابن أوس الطائي، وله ديوان شعر اختار فيه أجود شعر العرب، عرف بديوان الحماسة، وهذا الديوان كان الأكابر قبلنا يعلمونه أبناءهم، لأن أبا تمام موفق في اختياراته توفيقا عظيما، حتى قيل فيه إن أبا تمام في اختياراته أفضل منه في أشعاره، وإن كان هذا فيه شيء من المبالغة، إذ لأبي تمام أبيات تستجد وتذكر وتعرف، ما زال الناس يؤمنون أنها من أبدع وأفضل الشعر. نعود للآية الكريمة، قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد قال جمع من العلماء بدأه ابن جرير تبعه عليه غيره على أن يقال أولئك بدلا من تلك إذا ذكر العرب شيئا غير عاقل، لأن السمع والبصر والفؤاد هذه لا تعقل، مع ذلك قال الله كل أولئك ولم يقل كل تلك. واستشهدوا ببيت لجرير يروى على هذا النحو، ثم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام. من رد عليهم قال إن البيت ليس كذلك، ليس البيت والعيش بعد أولئك الأيام، قالوا إن البيت والعيش بعد أولئك الأقوام. لكن هذه الرواية رواية الأيام صححها كثير من العلماء والعلم عند الله، لكن نحن نتكلم في طريقة العرب في الاستشهاد بكلامها. هنا نأتي بفائدة ينبغي أن يجعلها المؤمن بين عينيه، العرب
في جاهليتهم كانوا يحتكمون إلى من يغلب على الظن أنه حكيم عاقل موفق، فكان ممن يحتكمون إليه رجل يقال له عامر ابن الضرب العدواني، عامر العدواني. فجاءه ذات يوم قوم يسألونه في معهم أحد الناس خنثى، فقالوا هل نعطيه نصيب رجل أو نصيب امرأة، نصيب ذكر أو نصيب أنثى في الورث. ونزلوا عندهم عند عامر فأطعمهم، فبقوا عنده أياما وهو متحير لا يدري كيف يقضي في المسألة، مع أن العرب كانوا كثيرا ما يفدون عليه، لكن كثير من يفد عليه يجلس يوم أو يومين ثم تحل قضيته ويذهب، فلا يكلف عامرا شيئا من الطعام والإكرام. كان لعامر جارية ترعى له الغنم اسمها سخيلة، فكانت سخيلة هذه تبطئ بالغنم وتتأخر في الغدو وفي الرواح، فكان عامر دائما يعاتبها. فلما كثر جلوس القوم عنده وعامر يتحير ماذا يصنع ولا يعرف جوابا للمسألة، وهذا كله في الجاهلية، فجاءته سخيلة هذه اللي ترعى الغنم، قالت ما بك؟ فإن ضيفك أكل زادك، أي أن الضيوف كثر بقاؤهم لم يبق لك شياه ولا شيء تطعمهم منه، أي استنفذوا مالك. فكان يسخر منها، يعني لم يبق إلا أن أشاور سخيلة وأنا يأتيني الناس من كل مكان، فكل يوم هي تقول له قل لي أخبرني ما الأمر ما الخبر، وهو يعنفها. ثم بدأ له ذات يوم أن يخبرها، أخبرها قال إن الأمر أشكل عليهم رجل معهم خنثى لا يدرون أورثه على أنه رجل أو أورثه على امرأة، على أنه امرأة. قالت يا عامر، هذه سخيلة تقول يا عامر أتبع الحكم المبال، أتبع الحكم المبال، يعني انظر إن كان يبول من آلة الذكر فهو رجل، وإن كان يبول من آلة الأنثى فهو امرأة. فتعجب من جوابها وفطن، وأخذ ينادي فرجتها عني يا سخيلة، فرجتها عني يا سخيلة. ثم رجع وحكم بعد كم؟ بعد 40 يوما، حكم بما قالته سخيلة، ثم أصبح يعفو عنها، أبطأت تأخرت في رأيها، أصبح لا يعاتبها. ورجع القوم، أين موضع الشاهد من القصة؟ موضع الشاهد من القصة، قال الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام رحمه الله، قال هذا رجل لا يخشى جنة، لا يرجو جنة ولا يخشى نارا، هذا رجل لا يرجو جنة ولا يخشى نارا، فتوقف في المسألة 40 يوما مخافة أن يقول فيها شيء غير صواب. معنى ذلك أن الإنسان ينبغي أن يتقي الله فيما يقول، ولا ريب أن من تصدر للفتوى أحرى أن يكون أشد تقوى، والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومع ذلك ترى في زماننا هذا، نسأل الله لنا ولكم العافية، من يسارع في القول ومن يطير قبل أن يريش، ومن يتصدر للفتوى وهو لا يملك آلة العلم، مع أن المؤمن الذي يرقب الله ويخافه يأخذ أولا بآلة العلم ثم يدفع عن نفسه الفتوى ما استطاع، ثم إذا رأى أنه لا بد للناس منه من قوله ورأيه ويعلم من نفسه تقوى الله والعلم وآلة الفتوى مجتمعة عنده، بعد ذلك يتكلم ويفتي ويسأل ويخبر أن هذا ما توصل إليه علمه وهو يملك آلته، ولا يجبر الناس عليه. قل ربي زدني علما، وهنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن رأى أحوال الأئمة الذين خلدت الأمة ذكرهم وكتب الله لهم القبول رأى عجبا في مثل هذا، ويحسن بالعالم أن يربي طلابه وتلاميذه على أن يتريثوا في الفتوى، وأن يبينوا لهم أن العلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء، كما قال مالك رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية إنما هو نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء. وخبر أبي حنيفة رحمه الله في تأديبه لتلميذه أبي يوسف ما يبين ذلك، عندما تعجل أبو يوسف وترك الحلقة فبعث له أبو حنيفة من يسأله، فلما تردد في الجواب وعاد إلى الحلقة قال يا أبا يوسف أعادتك إلينا مسألة الغسال، ثم أخذ يؤدبه ويعلمه حتى نفعه. فأضحى أبو يوسف بعده قاضي القضاة كما هو
مشهور معروف، وهو أحد صاحبي أبي حنيفة. الذي يعنينا هنا قضية أن الإنسان يخشى الله جل وعلا ويتقيه في كل شيء، بتعامله مع الناس أو إن كان من أهل العلم يسأله الناس. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يرقب الله العبد في جوارحه، في سمعه، في بصره، في قلبه، ألا يكون فيه خطرات وأمور وتوكل على غير الله، ولا في سمعه أن يسمع ما حرم الله، ولا في بصره أن ينظر إلى ما حرم الله. نسأل الله لنا ولكم العافية. قال الله جل وعلا بعدها: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا أي متبخترا، إنك لو مشيت ذلك المشياء، تلك المشياء، لن تخرق الأرض أي لن تقطعها مهما بلغت، ولن تبلغ الجبال طولا في علوها وكبريائها مهما عظمت هامتك وعلت قامتك. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو دجانة يتبختر في يوم أحد قال: إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. يقول جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا توطئة للنهي عن الكبر. وقد مر معنا أن الكبر حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقع كبر على الله وكبر على الرسول ويقع كبر على الخلق. ومن لطيف ما يستشهد به في هذا المقام أن الحجاج بن يوسف الثقفي على ما كان فيه من سفك للدماء كان يقول: أربعة من رجال أهل الكوفة لو أدركتهم لضربت أعناقهم. ثم ذكر بعضا منهم، قال: إن منهم رجل عياذا بالله وقف على المنبر يخطب فأعجبته فصاحته، فلما نزل قال له أحد الحاضرين: كثر الله من أمثالك، إعجابا بما قال. فقال هذا المتكبر، وأنا أعتذر، ناقل الكفر ليس بكافر، قال هذا المتكبر: لقد كلفت ربك شططا. نسأل الله العافية. لقد كلفت ربك شططا. والآخر كان يقف في الطريق وهو مزهو بنفسه، فجاءته امرأة أضاعت الطريق فقالت له، لأنها لا تعرفه، قالت: يا عبد الله، أين طريق كذا وكذا؟ قال: ألي مثلي يقال يا عبد الله؟ وهذا والعياذ بالله في الذروة من الاستكبار. الله جل وعلا يقول: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وآخر عياذا بالله أضاع فرسا له، فأقسم بالله إن لم يرد الله إليه فرسه لا يصلين ولا يصومن. فبعد برهة، بعد يوم يومين، وجد فرسه، فقال: لقد علم ربي أن يميني كانت عزما. ولا ريب أن هذه الأحوال الثلاثة كفر بواح، لا ريب أن هذه الثلاث كفر بواح. ما الباعث عليها؟ الكبر. فحان الإنسان يعجبه ماله، تعجبه هيئته، تعجبه فصاحته، يعجبه منصبه، يعجبه جاهه، تعجبه أرومته، يعجبه أبواه، فيقع منه فيه في قلبه كبر على الناس، فلا يرى الناس شيئا، وما يزال الكبر يعلو به في نفسه حتى يجعله يتلفظ بألفاظ تهوي به عياذا بالله في جهنم 70 خريفا أو أكثر. ولهذا ذم الله جل وعلا الكبر، ونهانا أن تتبع أنفسنا أمثال ذلك. قال ربنا يخاطب سيد الخلق وأعظمهم تواضعا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال جل وعلا: كل ذلك، وكل من ألفاظ العموم، كان سيئه، وفيها قراءتان: كان سيئة وكان سيئه، فبالتاء كان سيئة يصبح يعود على قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى آخر هذا السياق في الآيات. وإن قرئت بالهاء لا بالتاء، كل ذلك كان سيئه، فيعود إلى الأول من قوله جل وعلا: وقضى ربك، فيصبح سيئه أي ما حذر الله منه ونهى تبارك وتعالى عنه. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ثم قال الله جل وعلا: ذلك أي مما قصصنا عليك من قبل، ومما أرشدناك إليه، ومما أوصيناك به، ذلك مما أوحينا
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. والحكمة فسرت بالعلم النافع والعمل الصالح، وهي أن يضع الرجل الشيء في موضعه الصحيح، وهي تستسقى من العلم والحلم والأناة، تستسقى من العلم والحلم والأناة. قال الله جل وعلا: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا يمكن أن تكون هناك حكمة بمعناها الحقيقي حتى يكون هناك توحيد عظيم لله، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، أي بعيدا عن رحمة ربك جل وعلا. وهذا خطاب للنبي والمراد أمته، ويمكن أن يكون الخطاب إلى غير معين، لكن المقصود ما أفاءه الله جل وعلا على نبينا عليه الصلاة والسلام من الحكمة، وقد ملئ قلبه صلى الله عليه وسلم إيمانا وحكمة، وقد جاء النص بهذا في حادثة الإسراء والمعراج كما هو معلوم. قال ربنا بعدها: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، أي من القول العظيم والجرم الجليل أن ينسب إلى الله جل وعلا الولد. ثم إن هؤلاء قبلوا أن ينسبوا إلى الله ما يأنفوا أن ينسبوه إلى أنفسهم. قال الله جل وعلا عنهم: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. فالذي ضربوه للرحمن مثلا أنهم نسبوا لله جل وعلا البنات، فهم جاءوا الجرم والكبيرة من وجهين: أولا بأنهم نسبوا إلى الله الولد، ثم ازدادوا جرما بأنه أعطوا الله جل وعلا ونسبوا إليه أقل الحظين، نسبوا إلى الله أقل الحظين. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. في هذا تهديد ووعيد لكفار مكة ممن نسب منهم الملائكة أنهم بنات لله، وقد مر معنا أن الملائكة ليسوا بنات لله ولا أولاد ولا شركاء معه ولا أنداد، بل هم خلق ممن خلق، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذا فقه هذا أيها المباركون نكون قد وصلنا بعون الله وتوفيقه في هذه الحلقات الممتدة من برنامجنا روح المعاني، خصصنا حلقات ثلاث متتابعات للوصايا الإلهية والنواهي الربانية في سورة الإسراء، بدءا من قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله جل وعلا كما وقفنا في هذا اللقاء المبارك، إلى قول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وإن كنا قد جنحنا فيها أكثر مما ينبغي ربما عن قضايا الأدبية والمعرفية والتاريخية، لكني أحسب أن إثراء أي قول بمثل هذه الأخبار إنما ينفع صاحبه، ويكون أكثر دعوة له في أن يتأمل في أساليب العرب في كلامها حتى يكون أقدر بعون الله على أن يفقه عن الله كلامه. بلغني الله وإياكم من الخير أكثره، وجعلني الله وإياكم برحمته ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.